بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. ما المعنى المراد من قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ أي من كان منكم مسلما بالغا عاقلا صحيحا مقيما وعلى كل امرأة خالية من الحيض والنفاس أوجب الله تعالى عليهم الصيام في رمضان. وهذا هو معنى الشهادة لقول الله فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن شهد الشهر بمعنى حضر رمضان وكان مسلما بالغا، لأنه لا صيام ولا صوم واجبا على صبي ولا على مجنون. وكذلك المسافر أباح الله تعالى له الفطرة، فالصوم ليس واجبا على المسافر وليس واجبا على المريض وليس واجبا على المرأة الحائض والنفساء. وهذا هو معنى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا والله أعلم.